الأرملة هكذا إذا نزور عابدك اقبلها إليك أصحاب الكثير أصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يرادون نقدموا لك وليس لهم الذين قدموا لك في هذه هذه القرابين أعطهم الباقيات عود الفانية السميات عود الأرضيات الأبديات عود الزمانيات بيوتهم مخازن لها من كل الخيرات حتهم يا رب بقوة ملائكتك ورأس ملائكتك الأطهار كما ذكر اسمك القدوس على الأرض اذكر مؤيدا ربي في ملكوتك وفي هذا الدار لا تدرك يا رب رحم فنسبح من ملك هالين مجد الله في العالم أرض السلام وبالناس المصار نسبحك نباركك نخدمك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظمتك يا رب الملك على السماوات الرب الإله دبت كل رب الابن الوحيد يسوع المسيح والروح القدس يا رب الإله حمل الله ابن رافع خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم اقبل طلباتنا ليك هيا جالس على مين ارحمنا انت وحدك القدوس انت وحدك العلي رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الآباء بركة كل يوم يسبح اسمك القدوس الأبد الأبد أمين منزل للروح يتبكي لليك يا لانا وبركة يا نور عن الأرض كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لم يتلذ ولد من عذر ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لم يتلذ صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لم يتلذ قام بنا مات وصعد السماء ارحمنا المجد للاب ابن الروح القدس الان وكلنا وانا ودهر دور امين هيا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا الخلاص يا رب افتقد مادة شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا اخواننا الذين رقدوا يا رب انيع نفوسهم يا من هم بالخطايا يا رب ربنا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين يا ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم لما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن اجل من خن بخريسوس يسوس بين شوي سمينا لين تنتي هو توس توس هو بس منو تيمورسين سنفين تيمس نوت اسمه بخريسوس انا وانت نبروس في شوي ابي شيري من ريت انت في كان النوفين اني فول شير سي تاس ميسين اني بيو اني طاف مي بخريسوس بنتو تي بارسين اس سواب ماتي هو ام ام شويس اي هري يغون انت فنون بسيجي في كان النوفين اني فول تي بارسين اس ماريا ام تي ايسي اوتو Kose soa apti e borostatis e tenoho o tente e begeno senteti Με το ρόμι άρι εμπερες βεβήν έρι εγώ ον να χερέν μπεχρες το σφιέτ έρεγεβω Of hobos entef er mot nan imbiko en volenten en novi shirine oti baresen oste oro emmi en alisine sherev shoshonte ben genosari egvonon en emmeno itente ho ari ban me veote borostati seten hot narem ben shoyes isus beferestos entefkenen novi nan Jigarai shan sajiz viti obi harman shiru bimi kon balas nachi si enene tener men keri zine mo Deo
ondus gartin ashini shani avleyo entib iyen daviden etchino esmi volhi totf eseri saji empitayo ya efnoti ohi erat vichenni soshinteti yudia avtin tifis mochen oseli advilini oda shopferot etfidin yoda tati parsen osetas mesiem pensotir o on minensa eseres mas as ohes oye parthenos evulgar heten tifon tigabriil biangelos tentinem besheretes mos otisioto kosmareia sirene voiten efnoti sirene evon hi gabriel sirene evon hi toten jeshere niten chisiemmo biangelos es oab gabriel avi shen novinteti parisenos menen sabia basmos aftagoromos gen befsaji ember er hotimare em arjemi garen o emot hate nef noti bigartira er voki o wahentimi sin o shiri wa yatih rabbel la kursida ud abi wa yamluk ala bit yaqub ila abad ila abad min agli haza numagiduki ya walidat al ilah kulla hin اسأل الرب عنا ليغفر لنا خطايانا شبين صويري صوم سيغون خني مات شو سيطارين خيطو او تنشو سنبترين تيسي او توكوس تو ينبار سنو سنسيو نفين ماتي ام في تاري ماس في بين صوتيرين اغاسوس انت فوري اناي خيسي فالهارون انت سمنين ان انت فهيريني شيرين Neoti parsenos tioro emmin alisini Sherep shoshon te ben genos are egvo nanin emmanuel Nasalek oskorina ayyatu ashafi'a almutamana amam Rabbana yasu almasih yaghfir lana khatayana تنشي سوى من عظمك أم من روحك يكرم مجدك العزارة القديسة والدة الله ولدت مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر أسك لي شهداء تليه الصدقين سبت كنازه فرن خطايا نبشر بالسلس القدوس لوت واحد نسجد لنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بدان واحد الضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم من رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من آب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي مع الآب في الجوهر الذي به كان كل لأجلنا نحن البشر من أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم عزارة أن الصلب عنا على عهد بلاطس البنت ألم وكبر وقام بني أموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة الأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نعم بروح القدس الرب نحن بس كل آب نسجد له نمجده مع الآب والابن النطف الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بمعمودية أحد من خطايانا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين Ten goshte volkai ten ti anastasisen ten ieref mo ot nem bi on ten te bi te ones neyo a Amen. Evenoti nainan se shoinayeron shenet haron. Amen.
آمين. هارك جنبن شنخن بكو غاي وكان النوبين عن إفول كلا دايسون Ερενε πάσι και το πνευματίσω. Σαν όλοι οι Απόστολοι σμένε πρόβε εν το ρεσσάσμα να πτυζέρτους είσαι saying which you see in the heaven us in them and to hear the saying which you're in the heaven not heard them but as for you blessed are your eyes For as ye see on the earth for thee, he may be able to see to hear and to act according to the gospel through the bread of your sins. Pray for the holy gospel. Lord have mercy. اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين اوصنا وامرنا نذكر في صلاتنا الباطن التي نرفعها اليك ايها الرب الهنا. الذين سبقوا فارقد يا ربنا يحمل مرضى اشفهم حياتنا كلنا خلاصنا كلنا. رجاؤنا كل شفاؤنا كل نقامة Βεσνή ο Χενευράν, εμεψοί συντενίγουμ, Κύριε βλήσαν το κάτω μάρκον το Αγευαγγελίο του ένα ονόσμα. Σανσί Κύριε, كفو بخوفنا امام الله وانصتوا لنسمع الانجيل المقدس فصل بشاره الانجيل كما كتبه ماري معلمنا مرقس البشير الرسول الطاهر بركاته على جميعنا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين فلتفرح السماوات ولتبتهج الارض وليتحرك البحر وكل ملئه يبتهج كل شجر الغاب قدام وجه الرب لانه ياتي إنه يأتي ليدين المسكونة بالعدل والشعوب بحقه هللويا مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين الحق أقول لكم أن جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجاديف التي يجدفونها ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد بل هو مستوجب دينونة أبدية لأنهم قالوا أن معه روحا نجسا فجاءت حينئذ إخوته وأمه ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه وكان الجمع جالسا حوله فقالوا له هو ذا أمك وأخوتك خارجا يطلبونك فأجابهم قائلا من أمي وأخوتي ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال ها أمي وأخوتي لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يا ملكوتك تاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على طول في الأرض
اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر خن بخد سوس يسوس بن شويس نوبيون سو كيريه ارنا باسي يتوب نفماتي سو كلمة لبلا زكتا عن كل ربطات خطايان أنعمت العابدك الذين أمننا في الكهنة كل زمان أرض نفر الخطايا حل ربط كرباتات الظلم سلونا أطلب من صلحك محب البشر عبيدك بإخوتي وضعف هؤلاء المنحنين بروسهم ما مدى ارزقنا رحمتك واقطع كل رب نكون اختنا لك في شيء بين البرهان بالفعل بالقول صغر النفس جزاء القلب أنت يا سيد العرض في البشر كصالح باركنا طهرنا حالنا قومنا ارشد مين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون مين الليل يا زوك سبتري كيو كي أجيب نيف ماتي كيني كي كيستوسيون استونيون نامين تنو ومجيو بن شويس כריסטוס בימיסי אבולכן אפיות חגו עניון תירו תותם מונון עינן תירי אלי סון סון קירי אפלוגי סון אמין אסמו אירוי אסמו אירוי סימי תניה קוני אבול קומבי אסמו אמין אסה שובי قدس اسمك يا تمنى قوتك تقوى مشيتك كما يكذلك على الأرض خبزنا كفاف نعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عاد المذنبين إلينا ولا تخلنا في تجربة When the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, has come, he shall teach you all things that bring to your remembrance all things I have said unto you. My peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world gives, do I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard I said unto you, I go away and come again unto you. If you loved me, you would rejoice, because I said, I go unto the Father, for the Father is greater than I. Now I have told you before it comes to pass, that when it comes to pass you might believe. I will not talk much with you, for the prince of this world comes and has nothing in me, that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, so I realize. Let us go from here. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the world which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. Glory be to God forever. Amen.
نشمك بخريستوس نبكيوت ان اغسطوس نبنما يسوى بجيك يكسوتم جاكتم كسوتم النينان روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذك القديسين رسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزع من الصالح جدد فيها شينا قلبا نقيا نخلق فيها الله ارحم الساقين جدد فيها شيء لا تطرع من قدامك روحك القدوس لا تنزعه مني ثابت ريكي اوكي اغيبني في ماتي ايها الرب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين رسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه من الصالح لكن نسألك أن تجدده في عشانا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح المستقيم المحيا روح البناء والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة القادرة على كل شيء لأنك أنت وهدى نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آتنا العالم ارحمنا آنينك آيينك سوسيون صنيون آمين يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحاملة عن قود الحياة نسألك دمم تلانا ما مع الرؤوس من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلينا مبارك الرب يوما فيوما وهي طريقنا لأنه لا خلاص هنا كانينك عينك سوسيون صنيون آمين درسي يوصل وخلص نفوسنا سابت ريكي اوكي اغيبني في ماتي كما كنت مع تلاميذك ايها المخلص وعيطتهم السلام هلو ما ايضا كنا نحن كسلام خالصنا ونجي نفوسنا كانين كعين كسوسيون صنيون امين اذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء يا ولد لا انت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمه قدوس الله قدوس القوي قدوس الحنين الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي سلام عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحنين زي ما سيزيكم مجد الآب والابن الروح القدس الآن وكل لنا دهد من يا سوس قدوس ارحمنا يا سوس قدوس ارحمنا يا سوس يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلات يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا وخطنا الذين قد ربنا احنا فوزهم يا من هو بالخطي يا رب ارحمنا يا لازم خطي يا رب عنا يقبل تلبطنا ليك لان لك المجد والعزة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب Seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for this is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile you and persecute you and say all kinds of evil against you. You falsely for my sake rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, and they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Glory to God forever. Amen. سمرت على عود الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سق خطايانا أيها المسيح إلهنا خلصنا أنا صرخت إلى الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر ووقت الظهيرة كلامي يقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام سابت ريكي اوكي اغيبني بماتي يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة
وقلت قتلت الخطية بالخشبة وحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السماوية كرأفتك. كانين كائن كسوسيون الصنيون آمين. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن لك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك وقوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا عنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. كانين كائن كسوسيون الصنيون آمين. You wrought salvation in the midst of all the earth, O Christ our God, as you have stretched your holy hands on the cross. Therefore all nations cry out saying, Glory be to you, O Lord. We worship your incorruptible person, O good one, asking for the forgiveness of our sins. O Christ our God, for of your will you were pleased to be lifted up onto the cross to deliver those who you created from the bondage of the enemy. We cry out unto you and give thanks to you, and you have filled all of joy. O Savior, when you come to help the world, Lord, glory to be with you. You are she who is full of grace, O Theotokos, Mother of God, the Virgin who we praise you for. Through the cross of your Son, Hades fell down and death was abolished. We were dead, but we were raised and became worthy of eternal life and gained the delight of the first paradise. Therefore, we thankfully glorify the immortal Christ our God. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نون من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن منع من عذراء تأنس وصلب عنا، تألم وكبر وقام بين أموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة الأموات. الذي لا يسمح القضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحن بصك من الآب نسجد لنا مجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة صلية ونحترم وعضية وننتظر قيامة الأموات وحياة الضالات آمين. يا حمل الله رفع خطية العالم اسمعنا وارحمنا آمين. كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, esmana ve rahamna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kudus, 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 Rabbi sabuti semeu al-ardi mamlu'ti emnuk. Karamtaka, arhamna ya Allah, al-abda, batukullah, salus, kudus, arhamna ya Rabbi. لأنه ليس لنا من عيب شديد نودتك حل وصف حق الناس كرحمتك يا رب وليس خطايانا تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما أبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. Alleluia, fai baby, eho oeta, eb shoy se thame, eyo, marin se li lenten, ono fe monen, kit, O Epshoi Sekin Ahmen, O Epshoi Sekin Sotenen Moi, Tefes Maro Oten Jevi, Esnei Ochen Faran, Epshoi Sia, One is the Holy Father, one is the Holy Son, one is the Holy Spirit. Amen. Blessed be the Lord God forever. Amen. Praise the Lord, all ye Gentiles. Laud him, all ye peoples. For his mercy has been strengthened toward us, and the truth of the Lord abides forever. Amen. Alleluia. Socce Patrice, eioce, agiopnev mati, canin kiain. Kestosi onastoni onon, amin, hellelo, Let us give thanks to the beneficent and the merciful God, the Father of our Lord and Savior Jesus Christ. For he has covered us, helped us, guarded us, accepted us to himself,
Esber da sapur da santas brotas de sabor. Leta sol sas gem zalor da orga zapant kura tortugara sinwal. En ol bezes holede en dulce de sofawar life. Let us pray. Lord have mercy. O Master Lord God, the band creator, the father of our Lord God and Savior Jesus, for we thank you for everything concerned, everything and in everything. For you have covered us, helped us, guarded us, accepted us, yourself is bear us, support us and us, brought us this praise that God have mercy. Pray that God may have mercy and compassion on us. Hear us, help us, and accept the supplications of his saints for that which is good on all times. And make us worthy to partake of the communion of his holy and blessed mysteries for the remission of our sins. Lord have mercy. أن نكمل هذا اليوم المقدس كل يوم حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة كل عمل الشيطان مؤامرات الناس إلى شرار قيام العدل الخفين والظاهر انزاه عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا عن هذه الميدة التي لك أما الصالحة والنافعة ارزقنا إياها أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل قوات العدو خدام هذا اليوم الشمامسة والإكليرس كل الشعب أضع في كل محل فم الثالوث المقدس الآب والابن والروح القدس فم الواحد الوحيد المقدس الجامع رسول من أفعال 12 رسولا ناظر الإله إنجل ماركوس رسول بطر قطار قديس ويرس مع المنادي يسكور رسول القديس أسانوسوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء القديس يوحنا ذهبي الفم فم القديس كيرلس القديس باسيلس القديس ورس من أفعال 318 مجتمعين بنك والمائة والخمسين بمدينة القسطنط المئتين بأفسس فمساحب الغبطة القداسة البابا المعظم الأنبا تودروس السنو فم حقارات مبارك اسمك القدوس أيها الآب تي صامين كيتو ابن أما تي Sotin hoshtim moko becheret Tosnim bekiyotin aha Sosnim bibnev maes oweb Jiak iek Soti emon naina البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا بركاته ولجمانا أمين ولكن ليس هكذا حتى أن كلمة الله قد سقطت لأنه ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولادا بل إسحاق يدعى له نسلا أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله بل أولاد الموعد يحسبون نسلا لأن كلمة الموعد هي هذه أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابنا وليس ذلك فقط بل رفقا أيضا وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا لأنه هم لم يولد بعد ولا فعل خير أو شر لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال من الذي يدعو قيل لها
إن الكبير سيستعبد للصغير كما هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. فبماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وترأف على من أترأف. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل الله الذي يرحم، لأنه يقول الكتاب لفرعون إني لهذا بعين أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادي باسمي في كل الأرض. فإذا وهو يرحم من يشاء ويقسم من يشاء، فستقول لي لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته، بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقاوم لجابلها؟ لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزب سلطانا على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرمة وأخرى للهوان؟ فبماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته أحتمل بآنات كثيرة، آنات غضب مياه مهاهية للهلاك، ولكن يبين غنى مجده على أنية رحمته قد سبق فأعدها للمجد التي أيضا دعانا نحن إياها، ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا، كما يقول في هوشع أيضا سأدعو الذي ليس شعبي شعبي التي ليس محبوبة محبوبة. ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي إنه هناك يدعون أبناء الله الحي. وأشعياء يصرخ من جهة إسرائيل وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر، فالبقية ستخلص لأن من تمم أمره وقضى بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. وكما سبق أشعياء فقال لولا أن الرب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. فبماذا نقول؟ أن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر البر بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة كما هو مكتوب ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يغزى. نعمة الله الآب تحل على جميعنا يا أخوتي، آمين. الكسير يكون من رسالة معلمنا يوحنا الأولى بركات علينا أمين. أما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم، إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الإبن وفي الآب. وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية، كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم. وأما أنتم فالمسحة التي أخذتمها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا، كما علمتكم تثبتون فيه. والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. إن علمتم أنه بار هو فاعلموا إن كل من يصنع البر مولود منه. انظروا آية محبة أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله، من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما الذي يسلم عشاء الله فهذا اسمه ترى الأبد أمين. صوص نيم بيب نغمى يسخوى فجيئك إيئك صوتي إمون ناينا آن الأبراكسيس من سفر أعمال أبائنا الرسل بركاتهم على جميعنا أمين. وأعطاه عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق ختناه في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الأباء الاثنى عشر، ورؤساء الأباء حسد يوسف وبعوه إلى مصر، وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته، وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان وضيق عظيم، فكان أباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا
أرسل أبائنا أول مرة، وفي المرة الثانية استعرف يوسف إلى أخوته، واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون، فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا، فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وأباؤنا، ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم كان ينمو الشعب ويكثر في مصر، إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف، فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى بائنا حتى جعلوا أطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نوبز اتخذته ابنة فرعون وربطه لنفسها ابنا، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز في بايعة الله المقدسة. آمين. أن يومنا هذا هو اليوم 23 من شهر كيهك المبارك، أحسن له انقضاءه أعاده علينا عليكم في دون اطمئنان مغفرة وزلات من قبل مراحم الرب يا إخوتي. أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 1990 للعالم تنيح الملك العظيم والنبي القديس الكريم داود بن يسى، وهو ثاني ملك على بني إسرائيل وأول من صار السيرة الفاضلة العادلة الكاملة من ملوكهم، وكان من قبيلة يهوذا من بيت لحم، فانتخبه الله ملكا على بني إسرائيل عندما خالف شاول ابن كيس أمر الله. فأمر الله صموئيل النبي أن يمسح له واحد من أولاد يسى ملكا، فاختار صموئيل الابن الأكبر الحسن الوجه القوي الجسم، غير أن الله لم يقبله وقال لصموئيل: لا تنظر إلى منظره وطوله وقامته لأني قد رفضته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب فينظر إلى القلب. فعرض يسى أولاده أمام صموئيل فاختار داود ومسحه ملكا، وكان الله معه في أمور كل أموره، ولطهارة قلبه ووداعته تغلب على شاول الملك الذي حاول قتله مرارا. ومن ذلك أن شاول خرج مرة طالبا قتله فأدركه المساء ونام، فجاء داود النبي إليه وهو نائم وقطع طرف جبته سرا ليعرفه بأنه قد ظفر به وأبقاه حيا. ثم وجده مرة أخرى نائما أيضا، فأخذ داود رمحه وكوز الماء الذي كان عند رأسه ولم يضره. ولما حرضه إخوانه على قتله قال: حاشا لي من قبل الرب أن أمد يدي على مسيح الرب. ولما بشره إنسان بقتل شاول عدوه قائلا: وقفت عليه وقتلته، حزن داود ومزق ثيابه ودعا واحد من الغلمان وقال له: تقدم أوقع به، فضربه فمات. وقد شرف الله هذا النبي عن سائر البشر، إذ جمع فيه فضائل كثيرة كفضيلة الاتضاع، فإنه كان نبيا وصديقا كاملا وملكا عادلا، ومع كل ذلك كان يدعو ذاته كلبا ميتا وبرغوسا. وغير ذلك قد مدحه الله بقوله: وجدت داود ابن يسى رجل حسب قلبي، وحرس الله أورشليم من أجله في حياته وبعد مماته، وجعل ملوك الشعب من نسله، ودعا ذاته ابنه، فتنبأ بسفر المزامير المنسوب له، وهو سفر مملوء من كل قول حسن وتعليم مفيد. وكان داود في قوته إذ بأس مؤيدا من الله، وإذ لما كان صغيرا يرعى غنم أبيه ما عليه طارة ذئب أسد ليفترس الغنم، فقتل الذئب وفسخ فكي الأسد. وحدث لما تقابل جيش شاول بجيش الفلسطينيين وخرج جليات الجبار الذي كان طوله 6 أذرع وشبر حيولة من الشيطان لسقوطه في الخطية، فتذكر ساعة الموت وهو وهول الدينونة وقريبا من ذلك المكان، فأرشده الله إلى مكان آخر تجرى فيه عين ماء وبجانبها نخلة، فمكث هناك عاكفا على عبادته ونسكه. وقد بلغ هذا الأب من النسك مبلغا عظيما حتى إن الوحوش كانت تتأنس به، وقد استمر على هذا الحال مدة 30 عاما، خلالها طال شعر وأغناه عن الملابس. ولما أكمل جهاده الحسن تنيح بسلام. صلاة تكون معنا لربنا المجد دائما أبديا. Agios osios, agios echiros, agios asanatos o ekparseno,
جنات إليسو نماس أساجيوس أساجيوس شيروس أجيوس أساناتوس أستغنوس إسديمس إليسو نماس أجيوس أسيوس Αγίος ετσιρός, Αγίος ασανάτος, ο Ανάσας εκ των νεκρών, και ανήλσον εις ουρανός. يسمى يوحنا فقالوا لها ليس عاد في عهد تسمى بهذا الاسم ثم مولى بي ماذا يريد ان يسمى فطلب لوحنا وكتب قائلا اسمه يوحنا فتعجب الجميع في الحال ان فتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله فوقع خوف على كل جيرانه وتحدث بهذه الامور جميعها في كل جبال اليهوديه فأودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي وكانت يد الرب معه وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك الرب إلى إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه أقام لنا قرص خلاص في بيت داود فتاة كما تكلم بفم أنبياء القديسين الذين هم منذ الدار خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا ليصنع رحمة مع أبانا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا نوفينا نهيفو طبيم بشوي سري يغنونا شوي سنيوت مينو شيري أفا أنتونيوس نم أفا بافلي انت فكان النوفي نانيفو جيف اسمر غوتن جيف يوت نم بشيري لهم بيب نم ما يسو ويب تتري ياسي جي كيفوت نغشتم العظيم الأبد الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذه التي واب ماريا شويس أري مطنان بكو إيفون انتن النوفي تنوشتم وكو بخريستوس نم بك يوتن أغاصوص نم بب نب ما إصواب جي أكي أكسوتي إمون إليوس إيرينيس سيسيا إني سأعود رب مع جميعكم ومع روحك أيضا And there
أشكرك. Heaven and earth are full of your holy glory. Agios, Agios, قدوس 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 بالحقيقة يا ربي لأن الذي جاب لنا وخلقنا وضعنا في فردوسنا عندما خالفنا وصيتك بغوايتك سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوسنا. وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو رأس من يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. آمين. خبزا على يدين طاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطبويتين المحييتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. نظر إلى فوق نحو السماء لك الله أبا وسيد لكل أحد وشكرا. آمين. بارك هو. آمين. وقدسه. نؤمن ونعترف ونمجد. قسمه وعطاه لخاص التلاميذ القديسين ورسل على طريق. آمين. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت وتعترف. آمين. هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. The salvation of this place and every place and every man serves as the Father. And have mercy. So the will the gracious Lord to bless the seeds, the herbs and the plants of this field. Have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Coming there, can I متك فرح وجه الأرض اللي روح أرسل تكسر أسمارها أعد لزال حصاد بحياتنا كما يليك. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطل اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لنك أنت الذي تعطيهم طعمهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد ملا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. رب ارحم برولور زوسها بروتوزز جفزوس وزفزب بروت Anzus by Abdom Virat gives him all the very reward. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا.
have mercy. رب هو أمر منك الوحيد أن نشارك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرداؤك منذ البدء. أبونا الأطهار والسلباء والأنبياء الرسل والمبشرين والإنجيلين شهداء المعترفين وكل روح صدقين الذين كملوا في الإمام بالأكثار القديس المملوء مجل أزرع كل حين والدة للا القديسة الطاهرة ما مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة القديس عن السابق السبع والشهيد القدس السفانوس ريشمام سأول الشهداء وناظر الإلهي ماركوس رسول الطهر والشهيد بطرارك القديس ساويروس ملمنادي اسكوروس والقديس أسانسوس الرسولي والقديس بطرس الشهيد الطير رئيس الكهنة القديس حنا زابيل فهم القديس هودوسيوس والقديس أوفيلس والقديس ديمتريوس القديس كيرلس والقديس باسيلس القديس أوروريوس النطق بالآهيات القديس أوروريوس الصانع العجائب والمعجزات القديس أوروريوس الأرماني 318 المكتمين بين القرن الخمسين بمدينة القسطنطينية المتين بأفاسوس أبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونوس البار الأنبا بولس الثلاثة تم مقرة القديسين جميع أولاد مباسي الصليب أبانا أنبانوس القمس أبونا أنبا بشو البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا صالح كل ما صاف قديسك هؤلاء الذين بسؤالات ما تلباتهم ارحمنا كلنا معنا وانقذنا من اسمك القدوس الذي دعا علينا. تفضل يا رب أن تذكر نفس أبدعتك المرحمة هي لنا عبد المسيح نرجس فهم ودات فهيم لو الشاكر ملك أسعد شكرا سيد ممدوح منصور مجد منصور مفيد منصور نبيل داود من إبراهيم منير أبر منصور زخاري عزيز عبد السيد توفيح نواطف والمرحوم نعيم مهني كرولوس في ذكرى الأربعين المودع الذي هرب من الحزن والكابة والتنوت في نور قديسي Let those who read recite the names of our Father of the patriarchs who have fallen asleep. O Lord, repose their soul, then forgive us our sins. Soksa Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eulogeson, Kyrie anabapson, Amen. Jesus, O Lord, the host of safety, cripples in the paradise of joy. In the ring of the living forever in the heavenly Jerusalem in that place. And we too, who are sinners in this place, keep us in your face, grant us in your best. And to the as it was, and it shall be from generation to generation, and to the age of all ages, Amen. يا رب لا ملكوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء تمجد ويتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك ما يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم ولروحك أيضا
أيضا فنشكر الله لأفضى بتالكل أبا ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا لنا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع دين إلى فوق ونخدم اسمه القدوس ودم فنسأل ونجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار الإلهية غير الميتة آمين. الجسد المقدس نسجد لجسدك المقدس لملك الكريم ولدمك الكريم جزاني لمسيحك الضابط الكل الرب لهنا آمين آمين. Let us pray. كيري آيسون البركة والسلام لجميعكم ولروحك أيضا أيها السيد ربي لأن الخالق غير المرء غير المحو غير المستحيل غير المفحوص الذي أرسل نور الحق ابن الواحد يسوع المسيح الكلمة الذاتي كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحم إيهو إذا فازر لي بسمة التامز has come down and they will end the and they file with Virgin one bishy being a virgin give her to him and her virginity is lose angel bears him and his heavenly host chants to him proclaiming and he sing holy 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 is the Lord of hosts heaven and earth are full of your holy glory Eleison, Kyrie eleison, Lord have mercy. كذا نحن أيضا الضعفاء الخطاة اجعلنا مستحقين أمام يا سيدنا الصالح محب البشر لك بقلب طر نسبحك مع الروح القدس الثالوث القدوس المساوي نرفع عيني الى فوق لك ايها الاب القدوس الذي في السماوات ونقول ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد خن بخير اسوس اسوس بن شويس تسكي فالاس ايمون تو كريو اكلناتي انو بيون και το πνεύμα τη Ιησού. Ουσκούρε يا ربي ضعفي انا ايضا اغفر لخطايا الكثير حيث كسر الاسم فلتكسر هناك نعمتك من اجل خطايا خاصه ونجست قلبي لا تمنع شعبك نعمه هاللنا يا رب هالكريم كل خطيئه من كل اكتب اسمائنا في سفر الحياه اذكر يا رب السلام هذه البيعه اذكر يا رب اولادك وشعبك وشهدائك أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها Save domain and with your spirit in the fear of God let us attend hey, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy أهد للقديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله القدوس الروح القدس أمين واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين أرن باسي نبمات
Precious body and the true blood of Jesus Christ, the Son of our God. Amen. Amen. The body and the blood of Emmanuel, our God, is true. Amen. Amen. We believe. هذا هو الجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح سيدتنا ملكتنا كلنا والدت لله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع له تبر اختلاط ولا امتزاج ولا تير واعترف الاعتراف الحسن أمام لاس البنتي أسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة برادحت وأعطانا كلنا بالحقيقة ومن أن له تلم فركنا صوت لازة وعدالة طرفة عين يعطانا خلاص نفر الخطا حياتنا بديه لمن يتناول منه امين 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 ان هذا بالحقيقه امين 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 I believe this is true امين pray for us and for all Christians who have said us concerning them remember us in the house of the Lord the peace and love of Jesus Christ be with us you let us sing hallelujah Pray for the worthy partaken of the immaculate and heavenly holy mysteries, Lord have mercy. Doxa si kireye doxa si esmo efno ti Chenni is aware of Tiro in Tavelloye is Moiro of Chenbi. Tagaro o ente tefgo meliloye esmo ero eheri Tev med gore alleluia esmo ero of kata eba shai ente tev met neshtalleluia esmo ero of chen o esmi en sal ben gosalleluia esmo erof chen o epsal tireo o nemo o ki sara alleluia بارك الآيات باسم الرب